أثناء جائحة مثل كوفيد 19، قد يكون من الصعب على الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل العمل مع الأطفال وعائلاتهم وجهاً لوجه، لكن لا يزال بإمكاننا تقديم خدماتنا عن بعد باستخدام التكنولوجيا. واتساب وسيجنال هما منصتا مراسلة جماعية تسمحان لنا بالتفاعل مع مجموعة أو تشجيع مشاركي المجموعات على الانخراط مع بعضهم البعض في موضوع معين. تعد الدردشات الجماعية مفيدة لأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم ومشاركة الرسائل الرئيسية وزيادة الوعي، بينما تعد الرسائل الفردية مفيدة لتلقي التعليقات والشكاوى. قبل البدء، من المهم التحقق من سياسة الخصوصية للمنصة التي ترغب في استخدامها وتفهم المخاطر المحتملة التي يواجهها الأطفال عند استخدام هذه المنصات. يتضمنون التنمر الإلكتروني، الاستدراج عبر الإنترنت، الوصول إلى المحتوى الضار المحتمل، والمشاركة المتعمدة أو غير المتعمدة لصور أو مقاطع فيديو للأطفال أو بيانات شخصية أو بيانات الموقع. عند استخدام هذه المنصات لأعمال حماية الطفل، من الأفضل استخدام هاتف مخصص بدلاً من هاتفك الشخصي. الآن دعنا نلقي نظرة على الخصائص الرئيسية لتطبيقي واتساب وسيجنال وكيف يمكننا استخدامهما بأمان. قبل إنشاء مجموعة، تأكد من حفظ جميع الأشخاص الذين تريد إضافتهم إلى المجموعة كجهات اتصال، وتأكد أنك حصلت على موافقتهم على إضافتهم إلى المجموعة. يجب إضافة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً باستخدام رقم الاتصال الخاص بأحد الأبوين أو مقدم الرعاية، وتذكر عدم حفظ أسمائهم الكاملة على هاتفك. بدلاً من ذلك، استخدم أحرف أسمائهم الأولى أو رموزاً. في الواتساب، انقر فوق أيقونة كتابة رسالة جديدة. انقر مجموعة جديدة وحدد جميع جهات الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى المجموعة، ثم انقر فوق التالي. عند خانة اسم المجموعة، اختر اسماً ذا صلة لمجموعتك. على سبيل المثال، مجموعة مهارات الأبوة والأمومة 1. انقر إنشاء، الدردشة الجماعية الخاصة بك فعالة الآن. في سيجنال، انقر على أيقونة القلم الرصاص وانقر على مجموعة جديدة. حدد جميع جهات الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى المجموعة، ثم انقر فوق التالي. أدخل اسماً ذا صلة لمجموعتك، ثم انقر فوق إنشاء. سيحتاج أعضاء المجموعة إلى قبول دعوة ولن يتمكنوا من رؤية رسائل المجموعة حتى يفعلوا ذلك. الآن دعنا نلقي نظرة على كيفية إدارة مجموعتك. سيتم إدراجك كمشرف المجموعة، ومع ذلك من المهم أن يكون لديك أكثر من مشرف يمكنه مساعدتك في إدارة المجموعة ومعالجة أي سلوك غير لائق. لفعل هذا في واتساب، افتح الدردشة الجماعية وانقر على اسم المجموعة. اسحب الشاشة إلى الأعلى وصولاً إلى المشاركين، وانقر فوق اسم أحد المشاركين ليكون المشرف الثاني، ثم انقر فوق تعيين مشرفاً على المجموعة. سترى كلمة مشرف بجوار أسمائهم. في سيجنال، انقر فوق اسم المجموعة ومرر للأسفل إلى قائمة الأعضاء. انقر فوق اسم الزميل، ثم انقر فوق تعيين مسؤول Make Admin. يمكنك إضافة المزيد من المشرفين إذا احتجت إلى ذلك، ولكن تأكد من أنهم جميعاً يفهمون ويوافقون على المسؤوليات المصاحبة لتيسير المجموعة وإدارتها. دعونا نرى كيف يمكنك إضافة المزيد من المعلومات إلى مجموعتك. في واتساب، يمكنك النقر فوق أيقونة الكاميرا لإضافة صورة. من الأفضل عدم استخدام شيء يمكنه تحديد الأعضاء في مجموعتك. بدلاً من ذلك، اختر شعار مؤسستك أو مشروعك. يمكنك أيضاً إضافة وصف لمجموعة يحدد الغرض من المجموعة. على سبيل المثال، مجموعة مناقشة للتدريب على مهارات الأبوة والأمومة يوليو-أغسطس. في سيجنال، انقر فوق اسم المجموعة ثم أيقونة الكاميرا واختر صورة مناسبة. لتغيير اسم مجموعة، انقر فوق تحرير. الآن لنضف بعض إعدادات الخصوصية والحماية. سترى أن واتساب لديه المزيد من الخيارات للتحكم في من يمكنه إرسال الرسائل ومتى، بينما سيجنال يحتوي على المزيد من ميزات الأمان المدمجة لحماية البيانات المشتركة في المجموعة. في واتساب، انقر فوق اسم المجموعة ثم ابحث عن إعدادات المجموعة. انقر فوق تعديل معلومات المجموعة، ثم المشرفون فقط. الآن يمكن فقط لمشرف المجموعة تغيير اسم وأيقونة ووصف مجموعتك. لاختيار من يمكنه إرسال الرسائل في المجموعة، انقر فوق إرسال الرسائل وقم بتغيير الأعداد الافتراضي من كافة المشاركين إلى المشرفين فقط. يجب تفعيل هذا الإعداد بين الجلسات أو خارج ساعات العمل.
أثناء الجلسات يمكنك تحديد كل المشاركين All Participants لتمكين جميع أعضاء المجموعة من إرسال الرسائل. في سيجنال يمكنك تقييد من يمكنه إضافة أعضاء ومن يمكنه تعديل معلومات مجموعة. للقيام بذلك افتح محادثة وانقر على اسم المحادثة، مرر للأسفل وحدد من يمكنه إضافة أعضاء وقم بالتغيير إلى المشرفين فقط. افعل الشيء نفسه مع من يمكنه تحرير معلومات المجموعة. عندما تنشئ مجموعة لأول مرة من المهم أن تقوم بوضع بعض القواعد الأساسية. يمكنك القيام بذلك عن طريق سؤال المشاركين عن الطريقة التي يرغبون أن تعمل بها المجموعة وما هي السلوكيات التي يجب على الجميع الالتزام بها. يجب أن تشمل القواعد الأساسية تحديد التوقعات بشأن السلوك مثل عدم مشاركة الصور الشخصية أو مقاطع الفيديو أو البيانات، أن يحترم أعضاء المجموعة الآخرين واستخدام اللغة المناسبة. يجب عليك أيضاً شرح ما يجب على المشاركين فعله إذا كانت لديهم مخاوف أو شكاوى، ويجب عليك تعميم القواعد الأساسية بانتظام. يحتاج مشرف المجموعة إلى مراقبة السلوك بما يتماشى مع هذه القواعد ومعالجة أي مشاكل قد تنشأ. قد يتضمن ذلك مناقشة القواعد مع المجموعة أو التحدث مع المشاركين بشكل فردي بعيداً عن المجموعة، أو في أسوأ الأحوال إزالة شخص من المجموعة. أخيراً عليك أن تقرر ما سيحدث للمحادثة الجماعية بعد انتهاء البرنامج. قد تقرر ترك المجموعة مفتوحة لتقديم الدعم والتحديثات المستمرة، ويمكنك إغلاقها. للقيام بذلك في واتساب أو سيجنال ستحتاج أولاً إلى إزالة كل الأعضاء في المجموعة ثم الخروج من المجموعة وحذفها. قد ترغب في تشجيع المشاركين على البقاء على اتصال للحصول على دعم الأقران عبر قنواتهم الخاصة غير الميسرة إذا كان ذلك مناسباً. عندما يصبح العمل كالمعتاد صعباً، تسمح منصات الرسائل الجماعية للجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل بمواصلة التحدث مع الأطفال وعائلاتهم.